بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ومن وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدن قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم.